مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجرات. قال وزير الصحة النمساوي الجديد يوهانس راوخ أن تعليق العمل بالتطعيم الإجباري في البلاد كان استجابة للمطالب الشعبية واحترام الحرية الشخصية للأفراد. كما أكد الوزير أن جائحة كورونا لم تنتهي وأن جهود الحكومة سوف تتواصل لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وذلك خاصة مع عودة مستوى الإصابات اليومية بفيروس كورونا. وقد بلغت الإصابات خلال آخر 24 ساعة قرابة 60 ألف إصابة، لافتا إلى أن اختبارات PCR سوف تستمر مجانية، وتعتبر النمسا حاليا هي الأعلى في نسبة الإصابة على مستوى أوروبا. أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأربعاء رفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا، مطالبة بضمانات أمنية مطلقة في وجه روسيا، ويتعهد الموقعون عليها التدخل إلى جانب أوكرانيا في حال حصول عدوان. وذلك بعدما قالت روسيا أن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضين الروس والأوكرانيون حاليا، وتعتبر مقبولة. وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بعض صيغ الاتفاق مع أوكرانيا على وشك التوافق، مشيرا إلى أنه لا يرى مصلحة من تدخل واشنطن في الصراع الروسي الأوكراني. وفقا لجندي ألماني متقاعد يقاتل في أوكرانيا، فقد كشف أن هجوما صاروخيا روسيا على قاعدة عسكرية أوكرانية أدى لمقتل 100 شخص بالقرب من الحدود البولندية، مؤكدا وجود مرتزقة نمساويين يقاتلون في أوكرانيا، وقدر ذلك بحوالي 1000 جندي أجنبي في منطقته. وقال الألماني وهو جندي سابق أنه بعد القصف كان التنسيق شبه معدوم مع الجيش الأوكراني بسبب تدمير القاعدة بالكامل، والآن سيتم إرسال المرتزقة الشبان إلى الجبهة، ويرى أنه يجب فعل شيء لأن الناس سيموتون جميعا بسبب افتقارهم للخبرة القتالية، ولن يخرج أحد حيا، وفي وقت يرى هو نفسه أن هذه المعركة تستحق القتال. اصطدم قطار لوكالبان بسيارة فيها 4 أشخاص أثناء عبور خط السكة الحديدية صباح اليوم في النمسا السفلى، وذلك على الرغم من إشارة التوقف التي تجاهلتها السائقة، وسحبت السيارة لمسافة 70 مترا من بعد الاصطدام بسبب سرعة القطار، مما أسفر عن وفاة سائقة السيارة التي تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة الثلاثة الآخرين بجروح خطيرة. وقد قام سائق القطار وشهود آخرين بإنقاذ أحد الركاب، وقام رجال الإطفاء بإخراجهم لأنهم كانوا محتجزين، وتم نقل أحد الركاب إلى مستشفى بادن والآخرين إلى مركز مستشفى في فيينا بالمروحية وإلى المستشفى الإقليمي في فيينا نويشتت. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.